انا لما عرفت ان الدور بتاعك قلت مبروك عليك. انت عارف المزاد ده يخش في كام؟ تقريبا 1.5 مليون تقريبا كده. عشان كده انا قلت مفيش غير عبد الغفور يخش معايا شريك في المزاد ده. انت عارفني يا سي محفوظ، انا زي الفريك، ما احب الشريك. اذا كنت عاوز تسيب المزاد وتخلع وتاخد عرقه انا تحت امرك. عارف يا عبد الغفور، لولا اننا لسه يا دوب متصافيين انا كنت عملتها زعله كبير. ليه بس؟ ما انت لسه قايل ان مفيش زعل في الشغل. الا الشغل اللي يحط من صاحبه يا حاج، وانت عارف كويس قوي الحاج ابراهيم سردين الله يرحمه عمره ما قبل عرق من حد. عايز ابنه يوطي راسه ويمد ايده ويقبل عرق من غيره. عدم المؤاخذه، ما تزعلش يعني. ايه اللي جبرك على المشاركه؟ ما تشيل العمليه لوحدك. ما اخبيش عليك يا حاج، انا مزنوق اليومين دول ومحتاج المزاد ده فعلا. البت على وش جواز وانا كمان هحصل. ايه ده؟ انت ناوي تتجوز على الست فوزيه؟ زهقت يا حاج. الله، وانت ما زهقتش انت كمان؟ لا يا اخويا بعد الشهر. لا لا، ربنا يديمها عليا نعمه وانا الاقي زي فاطمه دي. ابوك لو عايش الله يرحمه ما كانش راضي على الحاجات دي. ابويا الله يرحمه بقى. الله يرحمه، كل كلمه كانت تطلع من بقه حكمه. حكمه راح زمانها يا حاج. المهم، ما قلتليش ناوي تخش معايا ولا لا؟ ما اقدرش اقول لا. انت ناسي انك ابني الغالي، وانا زيك مرضاش لاسم الحاج سردينة يتهز في السوق. ازاي تشاركه يا عبده؟ بقى ده كلام؟ ازاي تأمن له بعد كل اللي عمله فيك؟ يا لهوي، ده محفوظ ده بيكرهك عنه. المسامح كريم. تسامحه؟ سامحه وانت في حالك وهو في حاله، انما تشاركه لا. بقى معقوله يا عبده انت تغلط غلطه زي دي؟ هقولك انا عملت كده ليه. اول هام عشان خاطر ابوه الله يرحمه. انت عارفه جمال الراجل ده عليا قد ايه؟ الف رحمه ونور عليك يا حاج سردين، ما قلناش حاجه. وتاني هام جبتلك مناخيره الارض، جالي برجليه لغايه الوكاله عشان يصالحني. انا قلت لك تحرس منه وخلاص. كان غير اشطر يا فاطمه. دلوقتي الكل عارفين كويس ان الضربه مني ملهاش دواء. ياه، انا كنت نسيت، انت ما خدتيش الحلاوه بتاعتك بتاعت عمليه الطياره. بكره عدي على السير اشتري اللي يعجبك. لا انا مش عايزه ذهب. امال عايزه ايه؟ عايزه الماس؟ اجيب لك الماس. لا انا عايزه اغلى. في اغلى من الالماس؟ انا عايزه حاجه.